بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي هنشوف لو احنا عندنا اسكادول، وليكن مثلا اسكادول الضغطات، ازاي اعمل خانة جديدة لحساب قيمة معينة. تمام، يعني انا افترض مثلا ان انا عندي اسكادولات للضغط او ممكن للول او ممكن لأي حاجة. انا هنشوف بس فكرة ان انا اعمل حاجة تحسب ضغط. تمام، واقول له اوكي. دلوقتي مثلا هقول له انا عايز اعرف الطول بتاع الضغط دوت. تمام، وممكن مثلا الفاميلي، انا عايز بقى اللينس دوت مثلا اللي هو متر يتضرب في 0.2 مثلا. تمام، فهاجي هنا هقول له انا عايز كالكوليت البارامتر، هسميه مثلا فابريكيشن مثلا. تمام، بيقول له انها معادله. تمام، ممكن تبقى ارقام او ممكن تحسب حاجات خاصه بالاتشفاك مثلا. تمام، خلينا نقول له دلوقتي انها رقم. هقول له انا عايز اللينس تضربه في 0.2 مثلا، وبعد كده تجمع عليه 2 متر. تمام، عمليه حسابيه. اوكي، بيقول لي في مشكله في اليونت. اليونت ايه؟ ان اللينس دوت طول. تمام، فانا هقول له خلاص خلي ده لينس. تمام، على اساس يبقى نفس الوحدات، يبقى متر متر، ما يبقاش فيه حاجه بالمتر وحاجه تانية مثلا بالوزن. تمام، فلازم نوحد الوحدات القياس. اوكي، واقول له اوكي. هيبدا بقى يظهر لي الجدول بتاعي. تمام، ده مثلا 3442 لما اتضرب واتعمل عليه العمليه الحسابيه طلع لي بالرقم دوت، وهكذا. كل الارقام دي اتعمل لها العمليه الحسابيه، بدل ما كنت ممكن تعملها مانوال اصبح كله اوتوماتيك. ليه؟